هل الطلاق جملة أو فرادة؟ أفيدونا أثابكم الله. الطلاق لا يكون إلا فرادة، ما يجوز يكون جملة، يجب يكون فرادة واحدة بعد واحدة، يطلق واحدة ويكفي. في طهر ما جمعها كما سمعتم المشايخ، هذه السنة، يطلق واحدة فقط لأنها مطلقة، ولو كان معها زوجات سميها ولا تضر، ما يضر زوجات الأخريات، إذا سماها يكون الطلاق خاصا بها. فإذا قال فلانة فاطمة عائشة بن فلان طلاق طالق، هذه طلقة واحدة ثم لا يتبعها فيه، يقف. فإن شاء رجعها في العدة، وإن شاء ترك حتى تنتهي العدة، وإذا انتهت العدة زوج من شاء والحمد لله. فإذا رغب فيها بعد ذلك بعد العدة حلت له النكاح الجديد، لكن ما وقع لها طلقة واحدة. ثم إذا رغب فيها إذا طلقها طلقها الثانية بعد النكاح الجديد، ثم بعد ذلك يتركها حتى تعتد، وإن شاء راجعها، وإن خرج العدة قبل أن يراجعها في الثانية حرمت عليه لك نكاح الجديد أيضا. ثم إذا طلق الثالثة حرمت مرة واحدة حتى تنكح زوجة غيره، كما قال الله جل وجل وإن طلقها فلا تحمل حتى تنكح زوجة غيره. المرأة لا تحب زوجها وهو كذلك، وهنا أمر مثل ما سمعتم من المشايخ لا بد من ملاحظته، ألا يطلق في حال الحيض ولا في النفاس ولا في طهر الجامعة فيه. لو أن المسلمين تمسكوا بهذا الشرع لقل الطلاق، لا يطلق في الحيض ولا في النفاس ولا في طهر الجامعة فيه، كل هذا حرام. ولا يطلق إلا في حال في طهر ما جامع فيه، ظهرت ولكن ما جاء طلقها واحدة فقط واحدة لا يزيد عليها، أو في حال حملها كما قال النبي بن عمر، ثم يمسكها ثم يطلقها قبل أن يمسها في حال طاهرة أو حاملة. هذا محل إما يطلقها طاهرة قبل أن يمسها أو يطلقها حاملا في هاتين الحالين، ثم الطلاق طلقة واحدة فقط لا يزيد عليها، هذا هو المشروع. ولو أن المسلمين تمسكوا بهذا الأمر وساروا عليه لكانت السعادة للجميع وخير الجميع وقل الطلاق وبقي النساء في حماية أزواجها. ولكن التسرع والعجلة قلة المبالاة وعدم النظر في العواقب يوقع الناس في شر كثير.